طيب ايه رأيكم دلوقتي بقى بعد ما انتهت فقرتنا نروح نشوف مع بعض بروتوكول مهم تم توقيعه بين وزارة الصحة والسكان وشركة أسينو فارما السويسرية الدوائية ومركز رؤية لعقد البرنامج التدريبي الثاني للأطباء على مناظير الجهاز الهضمي. وبيذكر بقى بالمناسبة دي ان شركة أسينو هي احدى شركات الدواء المملوكة لشركة أبوظبي القابضة ومقرها في زيورخ. والبروتوكول ده بيعد تأكيد على التزام الشركة بالتعاون المستمر مع مصر أو مع وزارة الصحة والسكان بهدف تنمية القدرات والتقدم التعليمي لشباب الأطباء من أجل أفضل رعاية للمرضى المصريين. هنشوف التقرير مع حضراتكم ونكمل بعدها باقي فقراتنا بعد الفاصل. خليكم معايا. فاتت تم تدريب 300 طبيب على مستوى جمهورية مصر العربية داخل المستشفيات بالمحافظات عن طريق بروتوكول التعاون على أساسيات المناظير التشخيصية، سواء كانت منظار الجهاز الهضمي العلوي أو المنظار السفلي. الويف ديت أو المجموعة دي بتتضمن التدريب المتقدم للأطباء على المناظير التداخلية من وقف النزيف والاستئصال الزوائد وتشخيص أورام القولون، وهو دوت التوجه بتاع الدولة في الفترة الجاية والتشخيص المبكر للأورام. يمكن ده إنجاز كبير جدا لوزارة الصحة والسكان، لأن التخصص ده من التخصصات النادرة وفيها حاجة شديدة جدا وتقنية عالية جدا. الهدف ان احنا عايزين نستثمر في العنصر البشري ونطور من إمكانيات أطباء وزارة الصحة والسكان عشان نقدر نقدم الخدمة الطبية السليمة اللي تليق بالمريض المصري. احنا فخورين جدا في شركة أسينو ان احنا جزء من البرنامج ده. البرنامج ابتدى السنة اللي فاتت واحنا طبعا كنا سعداء ان احنا كنا جزء منه. السنة دي هو المرحلة الأكثر تخصصا برضو ل 300 من الأطباء في وزارة الصحة بيروح للأطباء في أماكنهم. وطبعا ممكن تتخيلي تدريب على تقنيات المناظير في الجهاز الهضمي ده تدريب متقدم جدا. فاحنا سعداء جدا، أولا شايفين القيمة اللي بيقدمها برنامج زي ده للأطباء في مصر، وسعداء ان احنا جزء منه لأن ده جزء من دورنا شركة أسينو في دعم المجتمع الطبي في مصر. دي رسالة شخصية مني ورسالة مركز رؤية، هو ان احنا نقدر نوصل لكل شباب الأطباء في كل جمهورية مصر العربية، وده حقيقة بمساعدة وزارة الصحة المصرية. وده الهدف، احنا اهم ما نملك حقيقة هو الأطباء وشباب الأطباء، هم دول اكتر ناس محتاجين مننا مساعدة لتدريبهم عشان في الاخر نقدر نوصل لعلاج مرضى بطريقة افضل. البروتوكول النهاردة مشاركة من مركز رؤية مع شركة أسينو مع وزارة الصحة المصرية لرفع كفاءة الأطباء في أطباء الجهاز الهضمي في العمل على مناظير في مصر. احنا بنخدم قطاع الرعاية الصحية في مصر، بنقدم المناظير، بنشارك بالمناظير في التدريب دوت، وده طبعا شيء نفتخر به، ويعني بنتعاون مع مركز رؤية من أكثر من سنة قبل كده.